الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فنتدارس سويا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، الكل يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو موبقها. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نساء النبي، بيقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. في آية كبيرة في سورة المائدة بيتكلم عن ربنا، بيقول للرسول: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوبهم، يعني الكفار، واخد بالك؟ ففي الآخر بيقول ربنا إيه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى إذن الطهور، أو كلمة الطهور هنا تعني التنقية الكاملة الظاهرية والباطنية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإذ قال الله عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن الطهور ده طهور معنوي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أو المطهرين في آية تانية. فإذا معناها الطهارة الجسدية. هنا بقى الإمام الغزالي بيقول إيه: cleaning from impurity، سواء كانت physical أو ritual. purify the limbs from the sins، الواحد يطهر الأطراف بتاعته، the limbs، كل الأعضاء بتاعتنا، إيدينا لا تمتد إلى الحرام، ألسنتنا لا تنطق بالحاجة اللي هي مكروهة، أعيننا، كل الأطراف بتاعة الإنسان تبقى طاهرة. بعدين purify the inner، the heart. هنا بقى فيه نوعين من الطهارة: طهارة الفكر وطهارة القلب. طهارة الفكر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فطهارة الفكر إن الواحد يبقى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يضع نور في تفكيره بحيث إنه لا توسوس نفسه بالسوء. وطهارة القلب بحيث إن الواحد لا يحب إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإمام الغزالي بيقول لك إنها عملية، it is a process، ما هياش صفة واحد ياخدها، لا، ده انت بتشتغل عليها. الطهارة او الطهور عملية الانسان بيمارسها وبيتعود عليها، زي ما احنا بنقول ايه: اهدنا الصراط المستقيم. طب هنعمل ايه؟ هل ربنا حينزل مثلا ملك يمسك الواحد يوريه الصراط المستقيم، ولا ده عبارة عن جهاد النفس اليومي في كل وقت ان هو يتبع الصراط المستقيم؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا الجزء الأولاني اللي هو الطهور شطر الإيمان، يبقى طهور مادي وطهور معنوي. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني
ما بين السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى يعني مش محتاج للبشر، ولكنه بيورينا ال 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 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ فسبحان الله، آية واحدة خد بالك منها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في الليل وفي النهار، وله الحمد في السماوات والأرض. هل في أماكن تانية غير كده؟ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. عشيا يعني بالليل أو يعني وحين تظهرون في وقت الإيه؟ الظهيرة. يبقى آية واحدة شملت تسبيح المكان وتسبيح الوقت الشامل. طيب يا إخوانا نبص كده حاجة، لو أنت شفت زهرة جميلة شكلها طيب ويعني رائحتها كويسة بتقولي سبحان الله، لما تشوف حاجة كويسة بتقول سبحان الله، لما بتنجو من حاجة بتقول إيه؟ الحمد لله. كلنا يعني لما يجي واحد يروح يعمل تحليل، يعمل تحليل وتطلع النتيجة بفضل الله كل الأمور سليمة، هيقول إيه؟ الحمد لله. هذا الحمد نتيجة نعم من ربنا سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ده حمد بنتذكره في المواقف، والتسبيح بنتذكره برضو في المواقف، لما الواحد بيشوف حاجة جميلة، لما الواحد بيشوف حاجة مدهشة. واخد بالك؟ شفت انت مبنى جميل جدا وحاجة هندسية رائعة، تبص لها كده وبعدين تبص للكون تقول لي دي جزء بسيط من الكون، جزء بسيط من الانتاج بتاع ربنا سبحانه وتعالى، هتقول ايه ساعتها؟ سبحان الله. فاذا سبحان الله في الامور اللي هي بتبين لنا انها رائعه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، وكل ما يفعل البشر لا يوازي جزء من اللي بيعمله او اللي ادهولنا ربنا. طيب يا اخوانا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ده الرسول بيقول لنا، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كلمتين انما اللي فكر فيها، يعني انا قلت دلوقتي حاجه نتيجه مواقف، ماشي بالعربيه وانت ماشي في الفريوي وبعدين بصيت لقيت على وراك كده منك عربية راحت خبطة حد أو خبطت يعني عملت حادثة، أنت تقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله. إنما في بقى الحمد اللي في كل وقت وفي كل حين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يصحى من النوم كان يقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ده حمد مش نتيجة موقف، إنما حمد لأنه في القلب عايش كل لحظة يتذكر نعمة ربنا. الشيخ متولي شعراوي الله يرحمه زمان قال لك إيه؟ نعم ربنا كتيرة جدا بس إحنا ما نعرفهاش إلا لما إيه؟ نحسها. يعني إيد الواحد موجودة عادية بنتعامل بيها ما بتحسش بأي حاجة، إنما لما تيجي الإيد تتجرح أو تتلوي فهيحس إن دي نعمة ويقدر إنه حاجة موجودة عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظة في داخله في كل وقت كان دايما يتذكر إن اللي هي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حياتي كلها دي أنا بحمد ربنا عليها. فكان قبل ما يجي يدخل عشان ينام
كان بيقول ايه؟ باسمك اللهم وضعته جنبي وباسمك ارفعه. يعني انا بسلم نفسي اليك، ولما يصحى الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ولا نشور. واخد بالك؟ يعني صحيان الانسان في حد ذاته من النوم دي نعمه محدش منا بياخد باله منها. بنصحى بننام والحمد لله، نصحى ونروح نغسل وشنا ونعمل سناننا ما اعرفش، انما هي في حد ذاتها نعمه غير محسوسه. ولكن اللي عنده الوازع الداخلي والفكر الروحاني يحس ان دي فضل من ربنا. خليني اشارك معاكم يعني حاجه كانت لطيفه جات لي. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون. طيب يا اخوانا زي ايه بقى؟ نبص كده معانا الحاجات البسيطه دي. لو فتحت الحنجره، فتحت الحنجره لو انها اتسعت قليلا الصوت يختفي. فتحة الحنجرة، حد منا يشوفها؟ عندي الصوت شوية مش بسمعه. بقول فتحة الحنجرة لو اتسعت قليلا الصوت ما يطلعش، ولو ضاقت قليلا عن كده يبقى التنفس صعب. إن كل شيء خلقناه بقدر. لما تسمعها هتقول إيه دلوقتي؟ سبحان الله، سبحان الله. طيب لو الرؤية زادت، لو ربنا ادانا نظر أقوى من اللي احنا فيه، كنت لما تيجي تشرب المية هتلاقي فيها حاجات ما بتشوفهاش، ما بتشوفهاش عادي، كناش هنقدر نشربها، مش كده ولا ايه؟ طيب لو السمع زاد شوية، احنا عندنا سمع محدود يعني، لو زاد شوية مش هتعرف تنام، لأن المعدة والمصارين بتشتغل زي مصنع مستمر، هتفضل سمعه. يعني أو كلنا في أوقات بنحس إن بطرنا بنسمع صوت الأمعاء مع بعضها. تخيل لو السمع زاد عن كده هتبص تلاقينا مش هنقدر إيه ننام يعني. فإذا دي نعم لا ندركها، ولكن الإنسان اللي هو يشوف ان كل شيء ربنا ادهوله عبارة عن منحة وعبارة عن نعمة كبيرة هيقول حاجتين. ايه هما؟ سبحان الله، سبحان الذي ابدع، سبحان الذي يعني اتقن كل شيء. في نفس الوقت يقول ايه؟ الحمد لله ان انا ايه ربنا رزقنا هذا. وعشان كده يقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بينصح واحد بيقول له ايه؟ ليكن لسانك رطبا بذكر الله. ليكن لسانك رطبا بذكر الله. احنا قلنا ايه؟ اول حاجه الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملا او تملأان ما بين السماء والارض. والصلاه والصلاة نور. إخوانا الصلاة كأي عمل من الأعمال مفروض أن له روح. سيدنا سليمان سئل ما أقرب الأشياء منك وما أبعدها عنك، فقال إيه؟ أقرب الأشياء منك آخرتك، وأبعدها عنك ما فاتك من الدنيا. أقرب الأشياء منك آخرتك، الآخرة، ونحن أقرب إليه، أقرب من شراك عليه. أقرب الأشياء منك آخرتك، وأبعدها عنك ما فاتك من الدنيا. مش كده ولا إيه؟ هل حد يقدر يشوف إن اللي فات ده نقدر نجيبه؟ انتهى. طيب وما آنس الأشياء وما أوحشها. إيه أكتر حاجة يحس الإنسان فيها بالأنس والراحة والمودة؟
وإيه أكتر حاجة الإنسان يحس فيها بالوحشة وبالصعوبة؟ فقال له إيه؟ آنس الأشياء جسد به روح، وأوحش الأشياء جسد ليست به روح. بصينا كده مع بعض، إحنا الحمد لله كده قاعدين كلنا سعداء ببعض، إنما لو في إنسان مات راحت منه الروح، ما نقدرش نقعد مع القعدة دي. أوحش الأشياء، كل أعمال الإنسان في الحياة لها روح تبقى مقبولة عند ربنا. أعمال الإنسان اللي ملهاش روح خلاص انتهت، زي الجسد الميت. عشان كده بيقولك صلاة المنافقين صلاة أبدان وليست صلاة وجدان، ما هي صلاة عقل ولا صلاة قلب. طيب ما هي روح الصلاة؟ فقال لك زي ما ربنا قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الإنسان الخاشع في الصلاة ده بيدي للصلاة بتاعته روح، وبناء عليه بتبقى مقبولة مؤنسة. وكلنا عارفين الحديث القدسي لما ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي، الحمد لله الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، والهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وفي الآخر صراط الذين أنعمت عليهم من الآخر، يقول لك وهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى إذن روح الصلاة الخشوع. ولهذا السبب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإنسان بيخرج من الصلاة أوقات ما خدش عشرها، ما خدش تسعها، تمنها أو نصفها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. فالواحد يقف يصلي قد إيه أنت كنت يعني فعلا مخلص في الصلاة بتاعتك، هو ده ثواب الصلاة. كلنا بنقف جنب بعض، كلنا بنركع مع بعض، كلنا بنسجد مع بعض، ولكن هل كلنا بناخد نفس درجة الثواب زي بعض؟ بالطبع لا. هنا في حديث خطير جدا جدا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده صحيح، حديث صحيح: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة، ورب مصل لا أمانة له. نشوف الحديث ده تاني: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. تعرف العروة زي ما يكون الحلقة اللي بيبقى متعلق فيها حاجة، فزي ما يكون احنا ايه حلقات مرتبطة ببعضها. قال لك عرى الإسلام تنقضي عروة عروة، تضيع واحدة الناس بتمسك اللي بعدها، لحد لما آخر حاجة هي الصلاة. وحتى في الصلاة قال لك رب مصل لا أمانة له، وده اللي احنا بنشوفه النهاردة. الناس المصلين كتير، يوم الجمعة بتيجي الناس المسجد تصلي، الخطيب يقول أو الإمام ينهي الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، ثلاث أرباع الناس بتمشي على طول. طب أنت جاي تعمل إيه؟ يعني أخذنا من الأمر شكله، العملية الرياضية اللي هي الانسناء والانحناء والسجود، ولكن ليست بها روح. وأبسط مثال، إحنا في المسجد هنا كنا لسه بنتكلم، يعني الناس بتيجي عشان تصلي وتمشي، عشان تؤدي عملية جسدية فقط. والله لو تمسكنا بالصلاة واديناها وفهمناها حقها، هتبص تلاقي كل الأمور، كل التعاملات بتاعتنا تتغير.
تيجي الناس تمشي حتى ما تحطش حاجة في الصندوق. طب يا أخي ده أنت لو عملت باركنج للعربية في أي مكان هتدفع مبلغ، لو عملت يعني ده ربنا بيقول يا أولي الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لو أنت جاي تتكلم مع الرسول في أمر ما فربنا بيقول لك إيه؟ حط صدقة. الرسول مش هياخدها يحطها في جيبه، لا دي طبعا في صدقة لله. فكيف وأنت جاي المسجد عشان تناجي ربنا؟ فإيه؟ الصلاة. علشان كده قال لك رب اجعلني مقيم الصلاة. ربنا ما قالش بالنسبة الصلاة، ذكرت في القرآن أكثر من 100 مرة. في أول آية من القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وآخر حاجة سورة الكوثر فصلي لربك وانحر. ما بينهم ذكرت الصلاة أكثر من 100 مرة. طيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن لم تنهى الصلاه عن الفحشاء والمنكر يعني يبقى مالوش لزوم في الصلاه بتاعته، هي مجرد شكليه. واللي هي بناء عليه الامه الاسلاميه اكثرها، خد بالك الا من رحم ربي، اكثرها مجرد بيؤدي شعائر، مجرد شعائر بيقوم بيها وبس. طيب ولهذا قال لك إذا قمت إلى الصلاة، رسول إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة. آخر حاجة شافها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قبل ما أقول دي أقول حاجة تانية، إيه هي؟ قال لك للإنسان أمام، لكل إنسان أمام ربه موقفان، بيقف قدام ربنا مرتين، مرة في الصلاة والمرة الثانية يوم القيامة. فقال لك إذا أفلحت في المرة الأولى في المرة الثانية هتبقى مفلح فيها. لكل إنسان، للعبد أمام ربه وقفتان، الأولى في الصلاة والثانية يوم القيامة، وبقدر إحسانه للوقفة الأولى تكون نجاته في الوقفة الثانية. ده ابن القيم اللي بيقول كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة. الكلام ده من أيام الرسول. يكون خلف بعد 60 سنة، رواه أحمد الحديث ده، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وده ربنا قاله في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. طيب ثم يكون خلف بعد كده يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. كتير منا بيقرأ القرآن ولكنه ما بيخشش هنا، ده اسمه مجرد قراءة قرآن، قراءة لا يعدو تراقيهم. مع العلم ان هو يعني سبحان الله بيقول لنا يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خلف، ده رواه أبو سعيد الخدري، يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3، مؤمن ومنافق وفاجر. فكان بشير بيسأل الوليد بيقول له ايه من 3 دول؟ قال له المنافق كافر بالقرآن، والفاجر يتأكل به يقرأ عشان يتكسب به، والمؤمن يؤمن به. آخر حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم شافها قبل ما يموت كانت الصلاة. خرج من حجرة السيدة عائشة فبص لها أبو بكر بيصلي بالناس، فبيقول لك تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وجهه كالمصحف سعيد. ليه؟ لأن الناس بتصلي، عرف إن في ناس هيكونوا بعد منه بيصلوا، وليس كل مصلي صلى، يعني مش كل واحد بيصلي نقول إنه صلى، يعني هو زي ما قلنا على قدر قدره. رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا
قلنا ايه؟ الصلاة نور. نور. طيب بعد كده الرسول بيقول ايه؟ والصبر ضياء. ربنا بيقول ايه؟ الذي جعل الشمس نورا والقمر ضياء. ايه الفرق بين النور والضياء؟ الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. الشمس ضياء. ضياء يعني النور جاي منه هو، هو بيشع النور. ده الضياء. والقمر نورا منور بس مش منه، منور من حاجة تانية. فربنا بيقول ايه؟ الرسول بيقول ايه؟ والصلاة نور. إذن الصلاة في حد ذاتها جايب النور بتاعها منين؟ من الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر هو اللي بيخلي الإنسان يصلي، وبناء عليه الصبر ضياء والصلاة نور. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه وزار المقابر وقال سلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وددت لو رأيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي. فقالوا له طب تعرفهم إزاي؟ قال لهم يعني زي ما يكون في خيل بيضة وسط خيل سودة، مش بيبان عليهم؟ بيبان فيهم. النور اللي فيه بتاع الصلاة بيخلي الرسول يعرف الناس، تعرفهم بسيماهم. فإيه؟ الصلاة نور. يعني يكفي هذا النهاردة إن شاء الله. المهم إن إحنا قلنا ثلاث حاجات اللي هي الوضوء، سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. ندعو الله أن يتقبل منا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما ما هو أعلم به منا. ندعو الله أن تكون قلوبنا جميعا متحابة مترابطة، وأن نعفو عن بعض، وأن نشد أسر بعض، وأن نتعاون، وأن يوفقنا الله إلى ما نحب ويرضاه. وندعو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.